ناو هلا حطينا العيارات كلها تبع التوامي، حنسويها قدامكم على نفس الماكينه اللي سوينا عليها حمص. حطينا المكونات تبعها كلنا، طبعا بيصفى عندنا الزيت بدنا نضيفه بالاخير. هنضيف كمية الزيت هلا المتبقية على مهنا شوي شوي. جاهزين هلا، صارت التوامي جاهزه. هنفتح طبعا مرجعين الشفره لورا الشاطه، هي توامتنا جاهزه. هنرجيكم اياها مثل الكريمه تمام، جامده مثل الكريمه تمام. بدكم تعودوا والله صعبه، هندوقها نحن ونقول لكم شو النتيجة. مثل ما أرجينا لكم كيف فضينا الحمص، كمان السهولة بالتفضاية نفس الشيء حتكون معنا بالتوامي. ماكينة كثير عملية بالتفضاية، حتساعدنا إنه ما نحملها ونقيمها كل مرة، بس طبعاً التوامي بتبقى أجمد من الحمص، حنضطر نحن نساعدها إنه تفضي. شوفوا الحمص التوامي كيف عم تنزل جامدة، مثل الكريمة تبع الكيك تمام. هيك لازم تكون عياراتها، ما تكون مريئة، بدها تكون دائما التوامة جامدة. هنفكها مشان ناخذها نغسلها. سهولة الفك من هون، هذا الجهاز اللي بخليها تثبت على القاعدة. نفس الطريقة حنرجع بشكل عكسي لورا. أخذنا هي على الغسيل، جهزناها للغسيل. في عنا هذا الساعد بيساعدنا إنه نطالع الشفرة من قلب الطنجرة بحيث إنه ما نمسكها بإيدينا، حناخدها على الغسيل. والطنجرة نفس الشيء حنحلها ونسحبها. صارت جاهزة للغسيل ونرجع نستخدمها مرة ثانية وثالثة ورابعة إن شاء الله.